أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة بايدن تدرس إرسال صواريخ سويتش بليد عالية الدقة لأوكرانيا، فيما قال الأمين العام لحلف الناتو إن الحلف يعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء وأن القوات في حالة جاهزية كاملة. NATO has responded in a united and swift way. NATO allies have imposed severe sanctions on Russia. Allies provide significant support to Ukraine, military support, financial support, humanitarian support, and we are reinforcing our collective defense. Hundreds of thousands of troops on heightened alert, 100,000 troops, US troops in Europe, and then 40,000 troops under NATO command, direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance, supported by naval and air forces. وفي بروكسل يبحث وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إمكانية إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى شرق أوروبا، وقد قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولنبرغ إن الحلف سيعمل على ضمان أن لا يمتد التصعيد العسكري الروسي خارج أوكرانيا. At the meeting today we will also not only address the immediate consequences of Russia's invasion of Ukraine, but we will also address the more long-term consequences, the long-term adaptation of our alliance, how to further strengthen our deterrence and defense, and to remove any room for miscalculation or misunderstanding in Moscow about our readiness to protect and defend all allies. NATO has a responsibility to ensure that this crisis do not escalate beyond Ukraine. بالطبع الأخبار العاجلة التي ترون على الشاشة، الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويبحث معه تطورات الأوضاع في أوكرانيا في هذه الأثناء. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان قد أكد التزام واشنطن بالبند الخامس من معاهدة الناتو، مشيرا أيضا إلى أن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. أوكرانيا لديها حكومة شرعية وذات سيادة، ونحن ندعم قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم وسنواصل هذا الدعم. كنا واضحين منذ البداية بأن التزامنا بالبند الخامس من معاهدة الناتو لن يتزحزح أبدا، وكررنا مرارا أن ذلك لن يتغير. مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية يوري بيليبسون قال إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، وأضاف أن على أوروبا أن تدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع روسيا. هذا ورفضت الرئاسة الأوكرانية نموذج الحياد النمساوي والسويدي كما تقترح روسيا، مؤكدة أن الضمانات الأمنية يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا. وكان الكرملين قد قال إن فكرة نزع السلاح من أوكرانيا وأن يكون لها جيشها الخاص مثل النمسا أو السويد يمكن اعتبارها بمثابة حل وسط. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن حياد أوكرانيا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليا. معنا من بروكسل الآن مراسل العربية نور الدين الفريدي. نور، أهلا وسهلا بك. جديد مواقف الحلف في بروكسل، تحديدا الإعلان عن إرسال قوات إضافية نوعية إلى دول شرق أوروبا، ما الجديد هنا؟ في هذه الساعات يبحث وزراء الدفاع لدول الحلف العناوين الكبرى للخطة الجديدة التي تقوم القيادات العسكرية بتنفيذها، وتتمثل في زيادة قدرات الحلف، سواء كان منها ما يتعلق بالقوات البرية أي أعداد المقاتلين، ولكن أيضا القدرات العسكرية اللوجستية والدفاعية، وأيضا ما يتعلق بالدفاع السبراني. ثم هناك مسألة تفاداها حلف شمال الأطلسي في السنوات الماضية، هي مسألة إنشاء قيادات مركزية للحلف عسكرية تكون مقراتها تكون في الدول الشرقية. لماذا؟ لأنه كان يتفادى في تلك الفترة من أن تفهم روسيا أن هذه الخطوة بمثابة استفزاز لها. الحلف طبعا والحرب طوت كل هذه المحاذير، وحلف شمال الأطلسي سيبحث في إنشاء هياكل عسكرية قيادية جديدة في دول السفح الشرقي. طبعا الأعداد من المبكر جدا، لأن في نهاية النهار ما سيتقرر هو أن الوزراء
سيصدرون توصية إلى القيادة العليا للحلفاء في أوروبا بوضع المخططات العسكرية لتعزيز ورفع قدرات الحلف وجاهزياته والهياكل الجديدة والقدرات العسكرية بمعنى الآليات العسكرية اللوجستية التي يحتاجها الحلف لتعزيز دفاعاته، لأن الحرب دلت على شيء، فهو أولا وقبل كل شيء أن الحرب تجري على حدود حلف شمال الأطلسي. طيب هذا الاجتماع نتائجه ستعرض على القمة الاستثنائية في الأسبوع المقبل في حضور الرئيس بايدن. ولكن نور، هل رد المسؤولون في الناتو على الطلب الروسي الذي بات معروفا أن تكون أوكرانيا محايدة مثل السويد أو النمسا؟ أم لا، هذا حتى بالنسبة إلى الناتو غير مقبول أبدا؟ لا، حلف شمال الأطلسي كان في السابق يقول من أن كل دولة لها الحق في أن تختار وتقرر ما هي خياراتها الأمنية أو تحالفاتها الخارجية. هذا من الناحية المبدئية سيظل الموقف ثابتا. إنما الحلف تحفظ عن التعليق على ما قاله الرئيس زيلينسكي، والتحول الهام في كلامه من أنه فهم من أن بلاده لن تنخرط في عضوية حلف شمال الأطلسي. وهذه المسألة لم يسأل عنها حلف شمال الأطلسي في الحقيقة، ولكن من الناحية المبدئية ربما هو قد تخلص أيضا، وساعده هذا التصريح في التخلص من هذا العبء، لأن المسألة مسألة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لم يكن عليها إجماع إطلاقا حتى طالب في العام 2008. وأذكر لك بعجالة ليلة الثالث من شهر أبريل العام 2008 في قمة بوكارست، فرض الرئيس جورج بوش الابن في البيان الرسمي أن تكون جورجيا وأوكرانيا أن تكونا عضوين في حلف شمال الأطلسي، ولكن في المستقبل فرنسا في ذاك الوقت، يعني الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية في ذاك الوقت رفض في تلك القمة تحديد موعد لهذه العضوية. وفي اليوم التالي في الرابع من شهر أبريل عام 2008 في قمة بوخارست مع بين الحلف وبوتين، قال الرئيس بوتين إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آنذاك: هذا لن يحدث. وما يجري اليوم من حرب هو نتيجة طبعا التطورات التي وتجاهل العديد من الأوضاع والخطيرة التي كانت تتفاعل في أوكرانيا وفي شرق أوكرانيا. ويبدو أن مسألة عضوية حلف شمال الأطلسي أوكرانيا في الحلف أصبحت ربما إحدى الشروط الرئيسية التي الرئيس زيلينسكي ربما قد يتجاوزها الآن. نور، كما تعرف الولايات المتحدة أعلنت منذ بعض الوقت أنها تدرس إرسال صواريخ عالية الدقة إلى الجيش الأوكراني. طيب هنا السؤال، هل ما زال الحلف، يعني عندما تسأل المسؤولين في بروكسل في حلف شمال الأطلسي يراهنون على المفاوضات الأوكرانية الروسية بأنها ستفضي إلى حل ما أم لا؟ هم ماضون أيضا في خططهم في تسليح الجيش الأوكراني، كما يعلن الروس أنهم ماضون في عمليتهم العسكرية حتى تحقيق أهدافها. يعني ما نسمعه وما نقرأه فعلا هو بالضبط هذا الذي يجري، من أن الحلفاء سيواصلون تقديم الدعم العسكري وتزويد الجيش الأوكراني بمعدات دقيقة جدا، منها مضادات الطائرات ومضادات الدروع وأخيرها ما نشر في بعض وسائل الإعلام الأمريكية، هذه المسيرات الانتحارية سويتش بلاد التي تكون تحمل متفجرات ثم تسقط فتفجر الأهداف التي تقع عليها. واضح أن القوات الروسية حسب التقارير الغربية القوات الروسية تواجه صعوبة في المقاومة الأوكرانية بفضل هذه الأسلحة الدقيقة جدا التي تزود بها الجيش الأوكراني من الدول الغربية. بقيت مسألة تحدث عنها الرئيس زيلينسكي اليوم إلى الكونغرس، وهي مسألة المقاتلات. لكن المقاتلات، يعني خاصة هناك بعض المقاتلات سوفيتية الصنع لدى بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، الولايات المتحدة لم توافق على إرسال هذه المقاتلات، وحلف شمال الأطلسي أيضا ودول عدة خاصة ألمانيا فرنسا ودول غرب أوروبا لا توافق على الانخراط في هذا الأفق إطلاقا، لأنه سيعني فتح حرب شاملة بين حلف شمال الأطلسي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. بقي أن كلمة الدبلوماسية فعلا لا تزال الدبلوماسية الأوروبية صامتة إلى حد كبير، والأمر هو فقط بين المحاولات التي يبذلها المستشار أولاف شولتز
والرئيس إيمانويل ماكرون، بينما لاحظنا طاهر طالب وكذلك زملاء آخرون اللغة العدائية التي تستخدمها أرسولا فوندرلين وأيضا جوزيب بوريل، وهي تختلف نسبة لا تتناسب عادة مع أسلوب الدبلوماسي. جيد، من بروكسل المراسل العربية نور الدين الفريدي، شكرا جزيلا لك نور على كل هذه المتابعة من بروكسل. هذا واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية بإدارة عشرات المختبرات البيولوجية بتمويل من البنتاغون على أراضيها في المنطقة الحدودية مع روسيا، وقال بوتين إن واشنطن وكييف تحاولان محو أثار هذه البرامج. هناك شبكة من عشرات المختبرات في أوكرانيا، حيث تم تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية تحت قيادة وبدعم مالي من البنتاغون. هذه التجارب كانت على عينات من فيروس كورونا والجمرة الخبيثة والكوليرا وحمى الخنازير الإفريقية. هناك محاولات الآن لمحو آثار هذه البرامج. لدينا كل الدلائل للاعتقاد بأن مكونات الأسلحة البيولوجية قد تم إنشاؤها في المنطقة الحدودية مع روسيا على أراضي أوكرانيا. هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا هو حماية السكان في دونباس من الأعمال الوحشية التي تنفذها السلطات الأوكرانية ضد المدنيين، بالإضافة إلى نزع سلاح أوكرانيا. ما تقوم به روسيا في أوكرانيا هو حماية سكان دونباس ضد ما تقوم به السلطات الأوكرانية من أعمال وحشية، كذلك نزع السلاح الأوكراني وفرض السلام في أوكرانيا. تركيا لها موقف متزن ولم تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة وأتباعها على روسيا. В увязке, конечно же, с гарантиями безопасности. Это ровно то, что вот президент Путин говорил в феврале на одной из своих пресс-конференций. Любые возможные варианты, любые общеприемлемые гарантии безопасности для Украины, для всех стран, включая Россию, за исключением расширения НАТО. Сейчас именно это, вы процитировали Зеленского, именно это сейчас и обсуждается на переговорах. Там есть конкретные абсолютно формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию. هذا وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة وقف الهجمات الروسية ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تنضم للناتو قريبا، لكن مستقبلها يقرره الأوكرانيون ورئيسهم المنتخب. I understand what he's saying about NATO and the reality of the position, and everybody's always said, and we made it clear to Putin, there's no way Ukraine is going to join NATO anytime soon. But the decision about the future of Ukraine has got to be for the Ukrainian people and for Volodymyr Zelensky as their elected leader, and we will back him. And the most important thing is that Putin's aggression, his absolutely barbaric attacks on Ukraine, should stop, and they should not be seen to have succeeded, and they won't succeed. لمزيد من المتابعة ذهب إلى موسكو، تنضم إلي من هناك مراسلة العربية كاتيا طعمي، ومن كييف مراسل العربية حذيفة عادل. أبدأ معك حذيفة، جديد المشهد الميداني في هذه الأوقات، وهل ما زال حظر التجوال ساريا في كييف؟ نعم، مساء الخير طالب. في الحقيقة حظر التجوال هو ما زال ساريا حتى غدا الساعة 7 صباحا، ولمدة 36 ساعة منذ أن بدأ بالأمس. الجديد المشهد في العاصمة كييف، طبعا كان هنالك يعني تجدد القصف على العاصمة كييف وعلى مدن أخرى مثل زاباروجا وخاركوف وأيضا شيرنيغوف. يعني كان هنالك قصف طال بعض المباني السكنية، وهنالك عدد من الضحايا، يعني حوالي 50 ضحية وعدد من الجرحى أيضا. حتى هذه اللحظة يقول الدفاع المدني أنه لا يستطيع أن يعطي رقما دقيقا، لأن ما زال العمال يعني عاملي الدفاع المدني يعملون في هذه المواقع، وقد يكون هنالك يعني جثث أو جثة في داخل الحطام، لذلك لا يستطيعون أن يعطوا رقما دقيقا. فيما يخص العمليات العسكرية، طبعا أليكسي أريستوفيتش مدير مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي تحدث عن العملية العسكرية وقال أن ما زالت الأوضاع كما كانت بالأمس، وأن الاتحاد
الاتحاد الروسي لا يحقق أي تقدم، بل بالعكس أن القوات الأوكرانية تحقق تقدما في بعض المناطق، والاتحاد الروسي الآن يدافع عن المناطق التي كان قد استولى عليها بالضبط. وهذا يوافق ما قالت أو ما صرحت به وزارة الدفاع الأوكرانية التي قالت أنها نفذت بعض الطلعات العسكرية، حوالي 9 طلعات جوية، وأيضا قامت بقصف بعض المواقع لقواعد الصواريخ الأرضية، وأيضا بعض التجمعات للقوات الروسية في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد. وأيضا طبعا صرحت بأنها دمرت حوالي يعني 3 طائرات Su-34 وطائرة مروحية و3 طائرات تكتيكية. وأيضا طبعا كان هنالك قصف طال مبنى التلفزيون في يعني منطقة قريبة أو في يعني ضواحي مدينة لفيف، وكان هنالك 20 قتيلا و9 جرحى. هذا أما الوضع الإنساني فالطرق الأمنية التي كانت تعمل بالأمس فشل منها 3 ونجح 7. وقالت أيضا السيدة إيرينا بوتشاك أن هذه 3 طرق التي فشلت كانت نتيجة إطلاق النار من قبل القوات الروسية، وقامت القوات الروسية أسر حوالي 400 شخص من الذين كانوا يحاولون الخروج من منطقة ماريوبل، واليوم تتوقف هذه الطرق الأمنية وتعمل في اتجاه واحد لإيصال المساعدات. أيضا أفادت مقاطعة تشيرنيغف أنه اليوم تم إطلاق النار على مواطنين كانوا يقفون في الصف لشراء الخبز، وهنالك حوالي 10 قتلى في مقاطعة تشيرنيغف. طيب حذيفة أبقى معي، سأنتقل إلى كاتيا من موسكو. كاتيا، جديد المواقف سواء السياسية أو العسكرية من العاصمة الروسية، وهل من الممكن أن توجز لنا أبرز ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي أو في كلمته التي وجهها إلى الشعب الروسي؟ مرحبا بك طالب. في إيجاز لأهم ما قاله الرئيس الروسي، هو وجه كلمته إلى الخارج وإلى الداخل الروسي طبعا، كانت في رسالته إلى الخارج بأن روسيا هي قادرة على تجاوز هذه الفترة التي طبعا تشهدها من العقوبات، وأن اقتصادها قادر على أن يتحمل، وأن الشعب الروسي قادر على أن يتحمل هذه العقوبات. هو قال أن هذه العقوبات أيضا تنعكس بشكل سلبي على الغرب أيضا، ولكن في رسالته إلى الشعب الروسي كان قد قال أنه سيعمل على زيادة الأجور، بالإضافة لذلك قال أنه سيدفع بالمنتجين بأن يوجهوا المنتجات وزيادة الإنتاج إلى الداخل الروسي للسيطرة على ارتفاع الأسعار في الداخل. هو أيضا قال أن هناك سيكون ركود وستكون زيادة في البطالة، ولكن روسيا قال أن سيتم العمل على تخفيفها. طبعا هو تحدث عن زيادة الأجور للعائلات، وذلك من أجل تجنب طباعة العملة من المصرف المركزي. هذا أهم ما قاله طبعا الرئيس الروسي. أما بالنسبة للعملية العسكرية، هو قال أنها كالمعتاد تجري وفقا للجدول الزمني الذي وضعتها الدفاع الروسية ووفقا للخطة، وأنها ستستمر حتى تنفذ جميع الأهداف التي وضعتها. طبعا هو المقصود هنا تحييد أوكرانيا عسكريا كما يقول الرئيس. أما بالجانب طبعا السياسي، كان هناك لقاء اليوم بين وزيري خارجية روسيا وتركيا. أهم ما جاء أيضا، كانت وزير الخارجية الروسي قال أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين روسيا وتركيا، ولكن هو رحب أيضا بالجهود التي يتم بذلها من قبل إسطنبول من أجل خروج بحل ما. وزير الخارجية التركي قد توجه أيضا إلى كييف من أجل العمل على إيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة. بالإضافة لذلك، هناك المحادثات التي تجري بالتوازي وكل يوم عبر الفيديو بين الوفدين الروسي والأوكراني. كان أيضا تحدث رئيس الوفد الروسي، قال أن هناك حديث يدور من الجانب الأوكراني عن إمكانية نزع السلاح من أوكرانيا، ولكن طبعا أن يكون لديها جيش وفقا للصيغة السويدية. هذا ما طلب به أوكرانيا، والمطالب الروسية هي معروفة طبعا، اعتراف بشبه جزيرة القرم واستقلال إقليمي دونيسك ولوغانسك. طيب لأعود إلى حذيفة. حذيفة، هل صحيح أو دقيق ما نقل عن مستشار الرئيس الأوكراني من أنه يتوقع حلا خلال 2 أسبوع لينهي الحرب في أوكرانيا؟ إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ نعم، يعني كان قد صرح المستشار الرئيس الأوكراني بودلاك حول عملية التفاوض في لقاء تلفزيوني، وقال أن يعني كنا في بداية التفاوض الحديث يدور عن استسلام أوكرانيا وأن يوقع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على استسلام أوكرانيا، ولكن الآن اللغة تتغير، وذلك نسبة لما حققه الجيش الأوكراني على الأرض، فأصبح لأوكرانيا لديها الأوراق التي تستطيع أن تجلس بها على الطاولة، ولغة الجانب الروسي تغيرت تماما، وأننا الآن نتحدث عن الضمانات الأمنية
أمنية بالنسبة للجانب الأوكراني. نعم. وأيضا يعني هنالك تقدم، وأننا نعتقد أنه سيكون هنالك اتفاق قريب، طبعا لم يحدد يعني الزمن، ولكن قال سنصل إلى اتفاق بشأن الحرب ووقف الحرب في أوكرانيا. نعم، من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا أيضا لكاتيا طعمي كانت معي من موسكو. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واستعرض معه القضايا الإقليمية والدولية. كما بحث الأمير محمد بن سلمان مع جونسون تطورات الأوضاع في أوكرانيا. هذا وشهدت زيارة جونسون توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي. ينضم إلي من الرياض الآن لمزيد من المتابعة عبد المحسن الحربي مراسل العربية. عبد المحسن أهلا وسهلا بك، ما الذي حمله وفق المعلومات المتوافرة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى القيادة السعودية، وما الذي سمعه منها؟ نعم، بالفعل بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارته الرسمية إلى الرياض قبل ساعات، حيث التقى ولي العهد السعودي. هناك كثير من الملفات لدى رئيس الوزراء البريطاني التي سيناقشها مع القيادة السعودية ولي العهد السعودي تحديدا، ولا سيما الأزمة الأوكرانية والموقف السعودي والبريطاني حول هذه الأزمة، وكذلك تداعيات هذه الأزمة في تأثيرها على النفط، حيث تحدث الإعلام البريطاني عن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيناقش أسعار النفط مع ولي العهد السعودي. لذلك كان في الاستقبال وفي جلسة المباحثات التي عقدت اليوم وزير الطاقة السعودي، حيث تم خلالها مناقشة العديد من القضايا وأبرز التداعيات لهذه الأزمة في أوكرانيا. في الحقيقة السعودية أعلنت موقفها من خلال مجلس الوزراء السعودي عن اتفاق أوبك بلس قبل أيام، حيث أعلنت أنها ملتزمة بهذا الاتفاق ولن يكون هناك تعديل إلا بالاتفاق مع بقية الدول الأعضاء في هذه في هذا الاتفاقية الخاصة بالبترول. إلى ذلك هنالك عدد من القضايا التي تم مناقشتها في هذه الجلسة المباحثات التي عقدت اليوم. الموقف السعودي من القضية الأوكرانية كان قد اتضح من خلال اتصال ولي العهد السعودي بفلاديمير بوتين الذي حدث قبل أيام من الآن، حيث أكد أن السعودية تؤكد على الحل السلمي والسياسي وعلى الاستقرار في تلك المنطقة. إلى ذلك أعلنت السعودية عن استعدادها لعرض وساطة بين أوكرانيا وروسيا من خلال هذا الاتصال الذي جرى بين فلاديمير بوتين وكذلك ولي العهد السعودي. وأيضا هنالك اتصال آخر جرى بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني قبل أيام. أيضا هنالك عدد من القضايا التي تم مناقشتها خلافا للقضية الأوكرانية، حيث العلاقات السعودية البريطانية والعلاقات التجارية. بريطانيا من خلال حديث الإعلام البريطاني تريد أن تستقطب استثمارات سعودية في الطاقة النظيفة. هنالك أيضا ارتفاع في عملية التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا وصل إلى 19 مليار ريال. هنالك أيضا عدد من القطاعات التي تريد الشركات البريطانية أن تستثمر بها في السعودية، تتواجد في السعودية حاليا ما يقارب 500 شركة بريطانية تستثمر في السعودية. أيضا خلافا للشركات الأخرى السعودية البريطانية، علاقات تجارية كبيرة بين السعودية وبريطانيا. أيضا هنالك تطابق بالنسبة للقضية في الأزمة اليمن، وتحديدا الحل السلمي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث تتوافق طيب. السعودية وبريطانيا. عبد المحسن، أنت وفق متابعتك كونك تتابع هذه الزيارة، الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي، هل من معلومات عن هذا المجلس؟
تم عقد هذا المجلس، تم عقد هذه الاتفاقية اليوم من خلال هذه الزيارة الرسمية، بالإضافة إلى مجالس أخرى تهدف من خلالها هذه المجالس السعودية البريطانية إلى تعزيز العلاقة في كافة المجالات الاقتصادية التجارية وملف الاستثمار. هنالك تركيز كامل بشأن هذه الملفات، وأيضا توحيد ومناقشة القضايا السياسية بين البلدين من خلال هذه المجالس، وفتح خط بين البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية. هذه المجالس تهدف من خلالها السعودية وبريطانيا إلى توحيد المواقف، وأيضا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، في كون السعودية هي ثالث شريك لبريطانيا بالعودة إلى حجم التبادل التجاري في السعودية. لذلك نشهد هذه المجالس التي تعزز من العلاقات بين البلدين، والتي يهدف من خلالها الجانبين إلى ربط كافة الجهات مع بعض، وكذلك التعرف على أبرز القضايا والتوافق حول القضايا الإقليمية والدولية. من الرياض عبد المحسن الحربي مراسل العربية، دائما شكرا جزيلا لك عبد المحسن على هذه المتابعة. نشرة الخامسة مستمرة فيها أيضا. الحكومة السويسرية تفرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي. أي مسار تقودنا إليه هذه الأزمة؟ This is an extraordinary moment. For the first time in 40 years. هل نحن أمام صفحة جديدة من التاريخ؟ من سيخرج منتصراً ومن ستقهره هذه الحرب؟ President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. كيف ستتغير العلاقات الدولية بعد هذا الصراع؟ وما طبيعة التحالفات التي ستتشكل؟ مشاهد غير مألوفة في أوروبا قد تترك أثراً يمتد لسنوات. تابع أهم الأخبار العالمية لتعرف تطورات الأحداث ميدانياً وسياسياً واقتصادياً. أكدت موسكو أنها لم تخضع للتهديدات الأمريكية بالعقوبة خلالها الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة فقط، لمرحلة جديدة من النظام الدولي. ألا يجعلنا هذا في أجواء حرب عالمية؟ جديد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار القمح مقتربة من المستويات القياسية التي كانت سجلتها في عام 2008. حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الناجمة عنها على موسكو سيكون لها تأثير شديد على الاقتصاد العالمي. تقارير عن سحب المواطنين الروس خلال اليوم الأول من الأعمال العسكرية ما يقارب 1,100,000,000 روبل، وهو مبلغ كبير. هددت الإدارة الأمريكية الشركات حول العالم بإضافتها إلى القائمة السوداء في حال تصديرها لأي منتجات تكنولوجية لموسكو. العقوبات على قطاع الطيران الروسي تلقي بظلال ثقيلة على قطاع الطيران العالمي ككل، وليس فقط على الشركات الروسية. كيف تتفاعل إذن أسواق منطقتنا في ظل هذه الاضطرابات والتذبذبات الحادة التي تعيشها الأسواق المالية مع فرض عدد من الدول عقوبات اقتصادية على روسيا؟ أهلا بكم من جديد. وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مقررة لأوكرانيا مدتها 5 أيام. واعتبر ماورير أن ما وصفه بالمعاناة الهائلة التي تعرض لها المدنيون، إضافة إلى الاتصالات التي جرت بين اللجنة والحكومتين الروسية والأوكرانية عبر الفيديو، أنشأت تفاهما للحياد في العمل الإنساني للجنة الدولية. هذا وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية هجوما أوكرانيا على مطار خرسون الدولي وقاعدة جوية أخرى تسيطر عليها القوات الروسية، أسفر عن نشوب حرائق في مروحيات ومركبات كانت متوقفة في مدرج المطار والقاعدة الجوية. وأكد مكتب الرئيس الأوكراني اندلاع مواجهات في مطار خرسون وسماع دوي انفجارات، كما التقطت الأقمار الصناعية صورا لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية تظهر عدم وقوع أي أضرار للمفاعلات الستة.
وزارة الدفاع البريطانية قالت إن تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية ولحقت بها خسائر كبيرة، وأضافت أن فشل روسيا المستمر في السيطرة الجوية على أوكرانيا قوض قدرتها على إجراء مناورات جوية. أعلنت الحكومة السويسرية فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، وقالت الحكومة أن العقوبات شملت أثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين ورجال أعمال وتجميد أصول وممتلكات المشمولين بالعقوبات. ومع فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا إلى دول مجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بحسب الأمم المتحدة، بدأ منتقدون يتساءلون حول سياسة واشنطن بخصوص استقبالها للاجئين، ولماذا لم تأخذ المزيد من اللاجئين الأوكرانيين. Somebody could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never hit. أذهب إلى بيروت الآن لمزيد من التحليل. ينضم إلي من هناك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية. بداية، هل طلب موسكو من كييف مباشرة أن تكون محايدة كما فيينا أو ستوكهولم هو طلب واقعي وقابل للتنفيذ، أم تعتقد أنه لا، يعني هذا طلب مستحيل بالنسبة إلى كييف؟ يعني مساء الخير لك أستاذ طالب ولفريق العامل ولمشاهدي العربية الكرام. بالطبع الآن هذا الطلب تحت النار، لا يمكن منطقيا أبدا، وربما إذا حاولنا أن نقيسه بالشروط الأولى التي كانت روسيا تستخدمها، هي طلبات كانت تقول بأن لا تجلس مع الحكومة، هذه حكومة يريد الرئيس بوتين انتزاعها، هؤلاء الضباط هم مرتزقة، هم يعني متطرفون. أما اليوم التكمش بهذه المطالب والتوجه بها نحو التفاوض، فهي مطالب ربما تواجه الشارع العام أو تشير إلى التوجه إلى الغرب بأنني لا زلت أصر وأنفذ. لكن بالواقع عمليا من يتكمش بالطلبات هو الذي يفرض انتصارات على الأرض. ليس التدخل الذي قامت به روسيا هو تدخل استطاعت منذ اليوم الثالث لإحلال هذه المطالب وفرض الشروط. وهناك قاعدة دوما في اللغة الروسية، المنتصر هو من يفرض الشروط. وبالتالي روسيا حتى اليوم غير منتصرة، بالرغم من أنها متضعضعة، هي منتشرة في كل أنحاء أوكرانيا تنفذ ضربات. بس دكتور خالد، أنت ألا تعتقد يعني أنه ربما كان الرئيس زيلينسكي يريد أن يحيد كييف كما وضع النمسا أو وضع السويد، ولكن هذا غير مسموح له أمريكيا. هنا السؤال، هل فعلا الأوكران يريدون أن يحيدوا أنفسهم ولكن هذا غير مسموح بهم غربيا لهم غربيا، وبالتالي هم يستخدمون كبيدق غربي في مواجهة روسيا؟ يعني إذا حاولنا قراءة المشهد بطريقة مختلفة جدا وطرحنا السؤال، ماذا لو استطاع بوتين أن يحتل أوكرانيا في خلال 3 أيام منذ اليوم الأول في 24، لكان الجميع وافق على طلباته وكان نفذ ما يريد، لكن صمود الأوكران
وعدم خسارتهم لأي شيء أجبر الأوروبيين للتعامل مع هذا الصمود وإجبارهم على المد. وبالتالي موقف الولايات المتحدة منذ البداية حتى من اليوم الذي بدأت تنشر به الواشنطن بوست معلومات عن سيناريو للاجتياح كانت تريد أن تعطي إشارات لروسيا بأن أوكرانيا بعيدة وبأن أوكرانيا لا ندافع عنها وهناك مسألة على عليكم أن تحلوها أنتم بالتفاوض. لكن المشكلة السؤال هو ليست بأوكرانيا، وروسيا تعلم أن أوكرانيا لن تذهب إلى الأطلسي، ومشكلة أوكرانيا حسب البنود لاتفاق الناتو أن لا يمكن استقبال أي دولة غير جاهزة داخليا وغير جاهزة خارجيا. أوكرانيا بالمنطق يعني إذا بده يوافق عليها الناتو لا تقل عن 10 سنوات. وضع أوكرانيا الاقتصادي سيء، هناك حرب، هناك مناطق يعني مختلف عليها، الأزمة الاقتصادية البيروقراطية جوا. طيب دكتور خالد، بالنسبة إلى الموضوع العقوبات الاقتصادية يعني استطرادا لما تقول، الرئيس بوتين قال منذ بعض الوقت إن الدول الغربية التي استخدمت سلاح العقوبات ضد روسيا ارتد ذلك عليها سلبا، ما رأيك؟ يعني الرئيس بوتين اليوم هو منذ البداية يريد السيطرة على أوكرانيا لمقارعة الأوروبيون ويفرض عليهم شروطه، ويحاول أن يقول أن الحديد والنار هو سلاحي من أجل يعني طرح قضية الطاقة. لكن الذي وقع به الرئيس بوتين أنه اندفع إلى مستنقع أرادت الولايات المتحدة جره لاستنزافه اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا، وبالتالي وجهت رسالة للغرب بأنهم لا يستطيعون التعامل مع روسيا أو أي دولة طالما تخلوا عن وضعهم الاستراتيجي الذي يسمى عدم تعزيز السلاح، وهذا السلاح الذي تخلوا عنه ودخلوا بشركات اقتصادية مع روسيا. طيب. أوكرانيا قدمتها الولايات المتحدة كبش من محرقة. الهدف منها حتى لو تهدمت أوكرانيا ستعمر بأموال الروس، ولكن هذا الفشل الذريع الذي تلقاه بوتين منذ اللحظة استطاعت الولايات المتحدة أن تستخدمه. بوتين وقع في عزلة دولية اقتصادية منهك. طيب. لن يستطيع التقدم، وبالتالي أوروبا انطوت فعليا تحت لواء الولايات المتحدة، وهنا عززت الولايات المتحدة دورها. طيب. كدور. طيب. قطبي. سأكتفي بهذا القدر. من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد العزي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الآن أعزائي المشاهدين ننتقل لمتابعة كلمة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي التي وردتنا قبل قليل. المواطنون الأوكران والأوكرانيات، المدافعون والمدافعات عن أوكرانيا، نحن نعزز اليوم القرارات بمحاكمة روسيا. يجب أن تحاكم روسيا، ونعتمد الحديث مع المحاكم الدولية، والنيابة العامة في أوكرانيا تقوم بكافة التدابير اللازمة من أجل محاكمة روسيا، من أجل أن تمثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، أمام المحكمة الدولية على هذا التدخل في دولتنا وفي بلدنا، والذين يقتلون الضحايا. لقد تحدثت مع رئيس المحكمة الدولية عن الإجراءات اللازمة لمعاقبة المحتلين بسبب كل العمليات العسكرية والحرب ضد أوكرانيا. يقاتلون مواطنينا المدنيين ويقاتلون بلدنا في خاركوف. قد دمروا مناطق مدنية وطالت الصواريخ البنى التحتية المدنية أيضا، وهناك 103 من المساكن المدنية، وطبعا في دنباس وفي مناطق أخرى، وبالإضافة إلى المشافي والمستودعات والقضايا المدنية، والتي أيضا هناك البروباغندا الروسية التي تحاول
بكل ما في وسعها أن تمثل على أن هذه الصواريخ هي صواريخ أوكرانية. بلا شك هذه الحملة ضد مواطنينا المواطنين. نحن نعتمد على صداقتنا مع الشعوب الأوروبية. في هذه الفترة هناك في منطقة دانيتسك وفي ماريوبل وهناك قد احتلوا وقد قصفوا أيضا مشفى سقطت عليها القذائف والقنابل الروسية وهم حشدوا كل ما استطاعوا من عتاد وسلاح. فأيضا أخذوا رهائن أكثر من 400 شخص بالإضافة إلى أن هناك رهائن ضمن المنخرطين في تأمين الممرات الإنسانية في ضمن أوكرانيا. أي أنه هناك أيضا المشافي التي والصيدليات وكل ما شابه ذلك من الدمار للبنية التحتية في أوكرانيا. مهما كانت صعوبة هذه الحرب سوف نواصل هذه الممرات الإنسانية أيضا. وكلكم في صمودكم من قبل الدبلوماسيين ومن قبل المواطنين ومن قبل كل عامل منكم لم يروا مثل هذه الخسائر خلال كل فترة الحروب. لن يستطيع الغازي الروسي أن يحصل على أي شبر من أرضنا ولا يمكن للنظام الدولي أن يقبل بذلك. هذه الهيكلية والمنظومة الأمنية في العالم كله وفي أوروبا كلها تدمر الآن. ولدينا نحن الأوكران، لدى جميع الأوكران سوف نصمد ضد الإرهاب الذي أشعله الغرب. وهذا هو اليوم يوم جديد في تاريخ في سطور التاريخ لتمجيد بطولاتنا وكلنا يدا واحدة لدى الكل من يريد أن يعيش. وسوف تقدم الحكومة لكل المواطنين والخلود لمجد كل من قتل والمجد الأوكراني. يحاولون المعتدون مواصلة الحشد. 14,000 قتيل روسي، 100 مقاتلة روسية قد دمرت، 100 مروحية قد عطبت، 400 دبابة روسية قد دمرت، بالإضافة إلى غنائم الحرب التي نستطيع أن نأخذها من الروس الذين يتركون معداتهم وعدادهم العسكرية كما هو على أرضه. نأخذ سلاحهم ونحاربهم بسلاحهم. أنتم في بيتكم، أنتم تدافعون عن بيوتكم. أطلب من المواطنين الأوكران أن لا ينشروا أي معلومات على وسائل الاتصال عن تموقعي وعن مرابطة جيشنا في أي مكان كان. بالإضافة إلى ذلك أطلب من كافة المواطنين أن يروا إذا رأوا أي معلومات أو أي تمركز وتموضع لأي قوات روسية أينما كانت في أراضي أوكرانيا أن يعطي معلومات في وسائل ومراكز التحكم الخاصة بذلك من أجل مساعدة جيشنا على القضاء على المحتل. وأنا اليوم سوف يكون لي وسأتحدث مع الكونغرس الأمريكي وهذا الأمر مهم جدا. حديثي مع الكونغرس الأمريكي مهم جدا لكل مواطن أوكراني لنا جميعا من أجل الحرية من أجل الديمقراطية لمعاقبة روسيا على هذا العدوان على بلدنا لكي نلقن دروسا. فنحن نعرف أيضا بأن هناك البروباغندا الروسية التي تستفحل في كل مكان. فروسيا هي التي أتت وقدمت إلينا لمحاولة احتلال بلدنا والذنب ذنب روسيا فقط. وإن فازت روسيا بهذا المجال فسوف تعرف أن لا عقاب على هكذا التصرفات. وكل العالم أيضا سوف يتعرض إلى مثل هذه الخطورات.
هذا التدخل لقد يقيد ويفك أيديهم ويجعلهم يتصرفون كما شاءوا. نحن سوف نعاقب الروس، المجتمع الدولي يجب أن يعاقبهم، وإلا لا نستطيع أن نفتح أبوابنا. نحن نستطيع أن نقاتل اليوم، وإذا لم تدافعوا، أطلب من الغرب، إذا لم تدافعوا عن مواطنينا وعن أوكرانيا، إذا أنتم ليس مع العدالة. مع عدالتي أن تكون أوكرانيا دولة حرة وديمقراطية، وأن تكون دولة تعيش في أمان واستقرار، ونحن نحتاج إلى ذلك، وهذا أمر طبيعي. نحن نريد السلم، نحن نريد السلم الذي يحلم به الجميع. المجد لأبطالنا، المجد لأوكرانيا. دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى تجنب استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم للحرب في أوكرانيا، ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين الذين يعملون في مؤسسات إعلامية أجنبية، كان آخرهم مصور أوروبي ومنتجة أوكرانية يعملان لشبكة فوكس نيوز الأمريكية. وأعزائي المشاهدين، لمتابعة آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية والتطورات المتسارعة لهذا الملف، يمكنكم في أي وقت مسح هذا الرمز الذي يظهر على الشاشة أمامكم. نشرتنا الخامسة مستمرة فيها أيضا. بعد صفقة مع لندن، إيران تطلق سراح معتقلين بريطانيين. فلاديمير بوتين سيواجه عواقب وخيمة. كل طرف يلقي المسؤولية على الطرف الآخر. نحن في مشهد الآن ننقل فيه التصريحات من الجانبين، ولكن هذه أكبر عملية لجوء نزوح للاجئين من أوروبا. ونحن موعودون في هذه الليلة ليلة عصيبة جدا، ويجب أن ندخل إلى الملاجئ. استهدف صاروخ مبنى سكني يبعد من هنا 500 متر فقط. مسؤول أمريكي يقول إن الغرب سيلاحق الأوليغارشيين الأثرياء الروس. لماذا هذا التوجه كذلك، وما تأثيره في النهاية؟ نقلت منذ قليل بأنك شاهدت سقوط قتيل من الجنود الروس. العقوبات ستكون تصاعدية، بمعنى إذا سقطت كييف سيكون هناك عقوبات أقصى على روسيا. ملخص للعملية العسكرية خلال الساعات القليلة الماضية حتى الآن. الجنود الروس لا يزالوا متواجدين في بروسبكت لينينا. عزل روسيا اقتصاديا وماليا، أن توجع إدارة بوتين وحكومة بوتين على ما تفعله في الخارج. يقبلون بأي طرح يقدم إليهم لأي منطقة محايدة. السؤال الآن، ماذا بعد؟ وعلى ماذا يراهن الرئيس بوتين في الأيام المقبلة؟ مستمرون معكم في هذه التغطية المتواصلة منذ أيام. أهلا بكم من جديد. توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير خروج 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي من الأسواق اعتبارا من الشهر المقبل، ذلك بسبب العقوبات، لكنها في المقابل خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي. المزيد في هذا التقرير.
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي العقوبات إلى خروج 3 ملايين برميل يومياً من النفط الروسي من الأسواق اعتباراً من الشهر المقبل، محذرة من أن أسواق الطاقة العالمية أمام مفترق طرق وقد تدخل في أسوأ أزمة معروض منذ عقود. وأشارت الوكالة إلى أنها لا ترى مؤشرات على استعداد الإمارات والسعودية لتعويض النفط الروسي، في حين يمكن لصادرات النفط الإيرانية أن ترتفع بنحو 1 مليون برميل يومياً خلال فترة 6 أشهر في حال التوصل إلى اتفاق نووي. ورحبت الوكالة بإمكانية الإفراج عن كمية من المخزونات الاستراتيجية من قبل الدول الأعضاء وسط الأوضاع السائدة. في المقابل خفضت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بنحو 1,300,000 برميل يومياً ما بين الربعين الثاني والرابع من العام الحالي، كما خفضت توقعات نمو الطلب للعام الحالي بأكمله بواقع 950,000 برميل يومياً إلى 1,100,000 برميل يومياً، ليبلغ بذلك متوسط الطلب لهذه السنة 99,700,000 برميل يومياً. في سياق آخر، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي القلق حيال أمن الطاقة بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية القائمة إلى تسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. مايا جريديني، العربية. أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وأكدت بريطانيا نبأ الإفراج عن نازنين زاجارين راتكليف وأنوشا أشوري، مؤكدة أنهما سيعودان إلى بريطانيا، في حين أفرج مؤقتا عن ثالث وهو مراد طهباز من السجن. هذا وكشفت الخارجية البريطانية عن أن لندن تدرس حاليا سبل تسديد ديون قديمة لإيران. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس إن حكومة بلادها تبحث مع طهران حيثيات سداد تلك الديون التي تبلغ نحو 400 مليون جنيه استرليني وتعود إلى أكثر من 40 عاما. كشفت الداخلية التونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في مدينة تطاوين جنوب البلاد. وأضافت الوزارة أن الخلية التي تضم 6 عناصر كانت تخطط لصناعة المتفجرات وشن هجمات، كما كانت تستقطب شبانا في تلك المنطقة للانضمام إليها. نشرة 5 من العربية انتهت. أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.